اوريك دلوقتي تمرين كتف المفضله لقلبي، لو جاهز يلا بينا. ونبتدي باول تمرين هو الدمبل سايد ريست. تجيب الدمبل بعد كده تبتدي ترفع ايدك لفوق وكوعك هو اللي يزق الوزن وما تعديش كتفك، يعني كوعك ما يعديش كتفك. وتاني شكل هو الكيبل سايد ريز برضو، بس هتمسك في الجهاز وتلعب بايد واحدة وتميل جسمك شوية للجنب وتبتدي برضو تزق كوعك علشان تشغل عضلة الكتف الجانبية. وهندخل دلوقتي على الشولدر بريس ماشين عشان نستهدف بيه عضلة الكتف الامامي، وتلعب بايد واحدة وتمسك القبضة اللي قدام وتنزل 90 درجة او تحت شوية كمان وبعد كده تزق لفوق. وندخل على الشكل اللي بعده ونلعب باربل شولدر بريس، هتنزل للاخر تحت وبعد كده تبتدي تزق بكتفك وتطلع للاخر فوق، وتحكم في الوزن وانت نازل وانت طالع، وحاول ان انت تشد عضلات الكور بتاعت بطنك علشان ظهرك. وندخل دلوقتي على الكتف الخلفي ونقعد على البيكتيك ماشين اللي هو يستهدف بيه عضلات الكتف الخلفي. كوعك يبقى بزاوية مستقيمة وتاني كوعك شوية، والكرسي تنزله تحت شوية بحيث ان دقنك تبقى لازقة فيه او اعلى سنة. وهندخل دلوقتي على وان ارم كيبل رود، تستهدف بيها برضو عضلة الكتف الخلفي. هتنزل الكيبل لتحت وبعد كده تمسك بايد واحدة وتبتدي تسحب لورا زي ما انت شايف كده، وتحاول تركز ان انت تسحب بكتفك الخلفي مش بالمجنس، وكمان خلي كوعك مفتوح لبرا. واخر حاجة واللي هي الدمبل شراكس اللي هي تستهدف بيها عضلة الترابيس. هتمسك دمبلين وتبتدي تسحب بالترابيس لفوق وتقفل بيها شوية لورا وتثبت ثانية وتنزل بالراحة. لو عجبك الفيديو دوس لايك، ولو عندك اي سؤال اكتبلي في الكومنت.